يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا أعمال مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، والذي يستمر حتى الغد بحضور ألفا كوندي رئيس غينيا وبول كاغامي رئيس رواندا ورئيس كوت ديفوار الحسن أوتارا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي. يتضمن جدول أعمال مؤتمر اليوم جلسة حول توقعات المستثمرين لعام 2018، وجلسة بعنوان النمو الشمولي المرأة في القمة، وجلسة بعنوان الثورة الصناعية الرابعة خلق فرص العمل، وجلسة حول الاستثمار في إفريقيا والشراكة العابرة للحدود والاستثمار.